معانا على الهاتف الكابتن الكبير كابتن نادر السيد حارس مرمى منتخبنا الاسبق. كابتن نادر صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور. كابتن كريم اهلا بيك، وانا بحييك جدا على كلامك الحقيقه. اشكرك يا كابتن. وبايده لان الكره هي مكسب وخساره، انما الاهم هو انك انت بتبذل مجهود وانك انت بتطلع اقصى حاجه عندك. ويعني الجزائر فرقه من افضل فرق افريقيا وخرجت من الدور التمهيدي، انما في الاخر انت بتعمل اقصى حاجه عندك، واللعيبه ما دخلتش ابدا رغم الضغوط ورغم الهجوم اللي حصل على اللعيبه اللي كان محبط جدا وعلى الجهاز الفني، انما قدروا يعدوا الكلام ده ويخلوا كل الناس يعني تلتف حواليهم وتشجعهم وتفتخر بيهم. وده شيء مهم جدا، يعني لان احنا من هنا نبني، يعني ما ينفعش نهد تاني وبعد كده نبني تاني، فاحنا كده مش هنوصل لحاجه يعني. وانا قلت يمكن قبل مباراه الكاميرون صرحت حتى لو كنا خسرنا مباراه الكاميرون يعني تاكيد المسانده لكيروش، لان يمكن واحنا كنا مع بعض قلت لك ان في مدربين كده هم علامات في الكره المصريه، مع احترامي لكل المدربين اللي مسكوا المنتخب، انما بتكلم على اللي ليهم بصمه كبيره جدا بدايه من كابتن جوهر الله يرحمه، وبتكلم على الجيل بتاعنا يعني مرورا بكابتن حسن شحاته بهكتور كوبر بكيروش. انا شايف ان كيروش يعني انا مش طبعا مش هتشائم حتى مع عدم فوزنا في بطوله افريقيا، لا قدر الله لا قدر الله حتى لو ما تاهلناش كاس العالم، كيروش لازم يستمر في مع الكره المصريه على الاقل لبطوله افريقيا اللي جايه. اتفق معاك مليار في الميه يا كابتن نادر، مليار في الميه، لان فكره ان يبقى عندك مشروع وتحافظ عليه دي اهم نقطه. احنا اصل خد بالك يعني هو منتخب واحد اللي بيكسب بطوله افريقيا وخمس منتخبات بيوصلوا كاس العالم، في منتخبات قويه جدا ممكن ما توصلش كاس العالم، ممكن ما تكسبش بطوله افريقيا، يعني الجزائر خرجت بره، الكوت ديفوار خرجت، نيجيريا خرجت، يعني انا بتكلم على هو منتخب واحد هو السنغال. خلاص المره الجايه ان شاء الله احنا نفوز بالبطوله، بس لازم نبني من دلوقتي على نفس الجيل ونفس الفلسفه بتاعت الجهاز الفني، لان احنا عانينا. وانا بتكلم لو رجعت لي تصريحاتي وقت تغيير كوبر وقت كاس العالم 2018 قلت ان لازم يتم التجديد لهيكتور كوبر قبل كاس العالم. صح. قبل ما نروح كاس العالم. صح. لان احنا وصلنا نهائي افريقيا ووصلنا كاس العالم، طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ يعني انت عايز ايه طيب؟ فلازم تجدد عشان حتى اللعيبه تكون مستقره واللعيبه تكون عارفه ان المدرب ده مكمل بعد كاس العالم، فيبقى في التزام اكتر، ما يبقاش في تسيب يعني. وده كان خطا اداري كبير جدا عدم التجديد، وبعد كده رحنا لجأنا لمدرب ضعيف جدا اجيري، وبعد كده دخلنا بقى في دوامه هل كابتن حسام بدري كويس ولا لا، هل مش عارف كذا كذا، بعد كده جينا على كيروش، فيعني مش عايزين نعيد تاني الامور من اول وجديد. صح، اتفق معاك كابتن نادر. رايك ايه في مستوى حراس مرمى منتخب مصر في هذه البطوله، سواء محمد الشناوي او ابو جبل او حتى الفتره القليله اللي لعبها محمد صبحي؟ الحقيقه انا يعني انا دايما لما بذكر حراسه المرمى، احنا محظوظين بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى في حراسه مرمى مصر على مرور الاجيال، يعني بدايه من كابتن اكرامي، كابتن ثابت، كابتن عادل معوض، كابتن شوبير، بعد كده الحمد لله كان ليا دور مع منتخب مصر طبعا، بعد كده الحضري، بعد كده دلوقتي في اكرامي، في وقت من الاوقات احمد شناوي، في وقت من الاوقات محمد شناوي، الفتره دلوقتي دخل مع ابو جبل بقوه جدا، وجود كمان حراس صغيرين داخلين في منتخب مصر. فانا دايما الحقيقه منتخب مصر يعني ولاد لي حراسه مرمى، وده اللي بيشوفه كل افريقيا وكل الوطن العربي، هتلاقي مره عندهم حارس كويس قوي يعني بدو ذاكر في المغرب، بعد كده فجوه كبيره جدا، وبعد كده اسم بونو، انما احنا ما شاء الله الحمد لله يعني عندنا دايما حراس، وحراس ليهم تاثير كبير قوي. ابو جبل الحقيقه قدر ان هو يحط نفسه على الساحه الدوليه، طبعا حارس رائع كان موجود على الساحه المحليه مع الدوري مع الزمالك في الدوري في بطوله افريقيا، انما وجوده ومشاركته في بطوله افريقيا الحقيقه حطه على كنا بنتكلم، بس احنا ما عندناش غير محمد شناوي هو الحد الاساسي، ومعاه ابو جبل بعيد شويه، لا ابو جبل دلوقتي دخل بقوه مع الشناوي، ده اضافه كبيره ان يكون عندنا اثنين حراس كبار. صح. نقدر ان احنا نعتمد عليهم للفتره اللي جايه ان شاء الله، على الاقل تقدير سنتين كمان نقدر نعتمد على ابو جبل والشناوي لغايه ما يدخل واحد من الولاد الصغيرين يبتدي ياخد الخبرات بتاعه المشاركه الدوليه يعني. صحيح،
عايز اسالك كمان على محمد صلاح لاعب وقائد في هذه البطوله. رائع محمد صلاح الحقيقه، انا قلت معاك محمد صلاح نستمتع بيه ونفتخر بيه. خلاص هو خارج التقييم، يعني احنا اصلا ما ينفعش ان احنا كل شويه نقعد نقيم صلاح، يعني صلاح خارج التقييم. فصلاح الله اعلم هيجي بعد كده صلاح امتى، الله اعلم. مش هقول ان هو مش هيجي لان ما ينفعش، لان احنا كنا بنقول عندنا لعيبه كبار جدا 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 مش هيجي زيهم. فجي صلاح عدى كل الناس، يعني عالمي. فالله اعلم هيجي امتى. نتمنى ان هو ما يكونش النهايه، يكون البدايه للعيبه ثانيه يعني. فمحمد صلاح الحقيقه انا مش اخبي عليك، انا طبعا كمصري كنت اتمنى ان انا افوز بالبطوله، نفوز بالبطوله كمصر. وكنت بقى التمني الثاني ان انا نفسي محمد صلاح يفوز ببطوله افريقيا مع المنتخب الحقيقه، يعني زي ما شفنا ميسي حقق كوبا امريكا، كنت اتمنى ان محمد صلاح، انما مش بعيده ان شاء الله. انا متاكد ان البطوله الجايه هيكون موجود فيها، وده ثاني نهائي يوصل فيه المنتخب مع محمد صلاح ان شاء الله. النهائي اللي جاي يكون من نصيب مصر لو استقرينا، وارجو من الاتحاد الكوره ان هو يعني وفي طبعا موجود حازم، موجود بركات، واثنين لعيبه كبار وعندهم خبرات كبيره مع اعضاء مجلس الاداره، ان هو يعني ياكد على النقطه دي. لا قدر الله، لا قدر الله، وان شاء الله ما يحصلش حتى لو ما وصلناش كاس العالم. انا اتفق معاك والله يا كابتن نادر، انا بشكرك شكرا جزيلا. الكابتن الكبير كابتن نادر السيد حارس مرمى منتخبنا الاسبق.